ولسه مكملين يمكن في كلامنا عن المسلسلات الرمضانية، وخلونا نتكلم عن الحلقات الرابعة من مسلسلات رمضان اللي كانت كلها أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية وكمان الكوميدية. اللي فاتوا حلقات امبارح يتابع معانا ملخص لأهم أحداث الحلقات الرابعة. صحيح، معانا النهاردة مجموعة كبيرة من المسلسلات، أبرزها مسلسل الكتيبة 101 ورسالة الإمام، ومسلسل الكبير قوي الجزء السابع، مسلسل جعفر العمدة، ومسلسل سر الباتع، ومسلسل سوء الكانتو، وغيره أيضا من المسلسلات اللي هنشوف ملخص ليها في سياق هذا التقرير. الحلقات الرابعة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية من مسلسل الكتيبة 101، وجي في الحلقة الرابعة مشهد لمباراة كرة القدم بين مجموعة من الضباط في مدينة العريش لرفع روحهم المعنوية، ومن ناحية تانية ظهر آسر ياسين واللي بيقوم بدور الضابط خالد في المخابرات الحربية، وأكد إن المداهمات اللي بيقوم بيها الجنود الأبطال بترفع من روحهم المعنوية، على عكس المعتقد بأن العمليات دي بتساهم في خفض الروح المعنوية للجنود، وده بعد ما شافوا زمايلهم وهم بيقدموا أرواحهم فداء للوطن. بس انا اكتشفت حاجه تانيه بقى يا فندم. ايه؟ حالك بقالك شهر نزلت شغل يوم اجازه، البلد ما وحشتكش؟ والله وحشوني، بس في شغل كتير لازم يتم. تمام يا فندم، بس الامور دلوقتي افضل الحمد لله، يومين اجازه مش هيفرقوا مع سيادتك في حاجه. انا لسه بكلم مراتي وقلت لها ما تعملش حسابها ان انا جاي قريب. خلاص خليها مفاجاه يا فندم. وشهدت الحلقه الرابعه من مسلسل رساله الامام ذهاب الامام الشافعي لشعيب بن الليث بن سعد علشان ياخد منه مراسلاته مع الإمام مالك، لكن بيقول له إن المراسلات في قلوب الناس ومفيش مخطوطات أو كتب، وهنا أرد عليه الإمام الشافعي: القلوب وحدها لا تكفي. شعيب، أريد أن أصل إلى أي شيء مدون من علم الإمام الليث ومحفوظ. أي محفوظ في الصدور بأمر الله. الليث بن سعد ليس في بيته حرف مدون من علمه. وفي الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، الكبير أحمد مكي وزوجته مربوحة رحمة أحمد، سمعوا كلام الدكتورة جميلة أخصائية العلاقات الزوجية، وتنكروا في أزياء غريبة لتجديد حبهم، وأثناء جولتهم بالعربية وقفهم كمين، ووقتها الكبير ما كانش معاه أي إثبات شخصية فتم القبض عليهم، وفي مشهد تاني اتأكد فشل مشروع الجيم اللي عمله جوني، واتضح إن أجهزة الجيم اللي جابها هجرس محمد سلامة مسروقة. الكابتن بيقول إن الأجهزة دي مسروقة منه، بيتهمك إنك أنت اللي سرقت الأجهزة. إزاي يعني؟ كل الأجهزة دي بفلوسي. يعني أنا بكذب ولا بتبلى عليك؟ دي مشكلتك، يعني حلها مع نفسك، أنا مالي؟ أنت جاي تتبلى عليا؟ أنا في حد بعت لي صور الأجهزة دي على الفيسبوك، وأنا متأكد إن الأجهزة دي اتسرقت من المخزن بتاعك، وأنت اللي سرقتها. احترم نفسك، في خط ما تعديهوش. وفي الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، جعفر اتهم مي كساب بسرقة تليفون ضرتها الفنانة زينة واللي بتجسد دور زوجته الرابعة، وهنا جعفر قال لمي كساب: يا ليفا انت قلت لي تليفوني بكاميرتين، جبت لك بتلاتة. لا يا اخويا، جبت لي تليفون باربعة. كان تمر في البعيدة، كنت قدرتي بتصغرينا ليه قدام الناس يا بت؟ إله انت صف نظري يا جعفر، ما خدت حاجة. لكنه اتضح بعد كده إن منة فضالي هي اللي سرقته علشان تعمل عمل لزينة، وفي نفس الحلقة حصلت مشاجرة بين جعفر وكارم فتح الله بسبب اعتدائه على زوجته، وهنا قرر جعفر يضربه، إلا إن زوجته الفنانة إيمان العاصي طلبت منه ما يقتلوش. خليك فاكر إن اللي حميتك يا كارم حرمة، اللي رحمك من إنك تجاور يوسف أخوك في تربته حرمة، مع انها من دمك، بس ارجل منك. عارف ارجل منك ليه؟ عشان معاشره جعفر العمده حرمه، عشان انت من دمها استحرمت اهانتك، وانت استحلت اهانتها قدام اهل المنطقه. وفي الحلقه الرابعه من مسلسل حضنه العمده بطوله الفنانه روبي، بدات الحلقه بحضور روبي حفل زفاف في بلدها تل شبوره، واللي تم تنصيبها فيها في منصب العمدة بعد ما رشحها أحمد رزق للمنصب تحت مظلة تمكين المرأة،
راحت روب الفرح مع عيلتها واتفاجئت لما وصلت إن العروسة لسه طفلة ما كملتش 18 سنة. وهنا قال لها إدوارد إن الشاب برضو عنده 18 سنة وشهرين من عمره. إحنا بنحب نمشي قانوني، الواد 18 وشهرين والبيت 18 ويومين. 18 ايه؟ دول 14 وكرمها كمان في سنة. يا دكتورة صفية احنا جايين نبارك مش جايين نسنن. العبث ده يا جلال. هو عبث طبعا بس تفضلي حضرتك تفضلي. الف الف مبروك الف مبروك. اتفضلوا. كمان الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة للنجم ياسر جلال، شهدت وعد السائق الشخصي لياسر جلال إنه هيحفظ له سره ومش هيجيب سيرة لأي شخص بعلاقته مع مي عمر، وده بعد ما شافهم في البيت، وأكد له إنه ولي نعمته وله أفضل كتير عليه وعلى أبوه. أنا عارف إن جواك مليون سؤال من امبارح يا عمري بيه. أنا عمري ما أتكلم ولا هقول اللي أنا شفته ده لحد. وبعدين جنابك حر في حياتك، انت ولي نعمتي ومربيني ولحمي اكتفي من خيرك. عمري بيه انا مفيش حاجه حصلت لي في حياتي الا لما جنابك كنت في ظهري فيها. ده انا عظم ابويا في تربه عيله جنابك. انا لو فضلت عمري كله عمري ما هوفي جمالك ولا افضلك عليك. بس انا كل اللي يهمني من اللي انت قلته ده ان انا اللي مربيك. بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل مذكرات زوج باستعداد دكتور يوسف عمر الشناوي لمغامراته النسائية من جديد. ده غير إن رؤوف راح لبيت والدته وحكى لها عن اللي حصل معاه ومع زوجته شيرين، وقال لها إنه خلاص مش قادر يعيش معاها بالطريقة دي. عامة يعني وفا سريرك جاهز جوه، أنا محضره لك. وفي إيه في سريري بحضر؟ زي بالظبط أحضر لك الحمام، بطل أوفر. يلا يا حبيبي خش ناموا كده بقى والصباح رباح. وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوء الكانتو بتحذير من طه القماش للخواجة في إنه ما يتعرضش لرجالته، وبعدها دخل علوان الكباري وسأله على اللي حصل، وهنا رد عليه طه وقال له ما فيش حاجة. وفي مشهد تاني وصل طه القماش بيته، وهناك بلغوا حارس العقار بان في عصابه دخلت شقته وكسروها. الناس دي عايزه تجري لعركه كبيره، والغشامه مش هتجيب نتيجه. طب واحنا نستنى ليه؟ مش الواد حمدان قال لك المخزن مليان بضاعه؟ خلاص احنا نروح ناخد القماش بتاعكم وبتاعه. عوض حويطه اكيد مخبي القماش في حته ثانيه. وشهدت احداث الحلقه الرابعه من مسلسل جميله بطوله النجمه ريهام حجاج العديد من الاحداث المهمه. طارق عنف زوجته داليا على اللي عملته مع جميلة واتهمها بالجنون، وأكد لها إنه هيتجوز من شهيرة. ما تتحدنيش يا داليا. أنت اللي بتتحدى نفسك وبتتحدى الزمن. يا راجل روح جوز أحفادك ولا جوز بنتك اللي فاضلة بدل ما تروح تتجوز ذات السبعين ربيعا. وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل سر الباتع ظهور الفنان عمرو عبد الجليل وميسيو فريدريك الرجل الفرنسي اللي جه مخصوص لمصر علشان الآثار والخطابات اللي اتدفنت في مقام السلطان حامد. مشهد مهم جدا اتذكر فيه أبو العزم في مهنة ديليفري، وراح لبيت دكتور مسعود العمروسي وطلب منه إعادة الحفر في المقام، وفعلا راح أبو العزم ومعاه رجالته للمقام وحفروا لحد ما لقوا جراب جلد زي الجراب اللي لقاه حامد واللي بيجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي. مش يمكن لو كنت حفرت زيادة شوية كنت لقيت الحاجة اللي مندور عليها. لاني فحرت أكتر من المقام اللي قبل منه وغربلت كل التراب اللي طالع، وأول ما لقيت البتاعة ديت قلت خلاص على إيه، بس ما لقيتش حاجة. شكلهم جوابين مش جواب واحد. أنا هاخدهم وأرممهم وأشوف مكتوب فيهم إيه، يمكن يكون فيهم حاجة تدلنا على المكان.